عملاقة. الفجيرة البوابة للإمداد بنفط الخليج إلى الأسواق العالمية، ومن هذا المصب إلى الصين شحنت ناقلة نفط لصالح الشركة الصينية الوطنية للبترول، أكبر منتج وهناك حالات متكررة لأشخاص من دون مأوى ومن دون طعام ويفترشون الطرقات في بيروت وفي طرابلس. إلى لبنى مشاهدينا وعالم الاقتصاد وملف جديد. منى، ملفنا اليوم نناقش فيه غزو بكين للأسواق العربية التي أغرقت بالمنتوجات الصينية. إذن سلع ومنتجات صنع في الصين تتكدس من كثرتها على موانئ الكثير من المدن العربية، وللإمارات نصيب وافر من هذه الصادرات أكثر من أي وقت مضى. نتابع. في قلب دبي وضع تنين الصين بصماته في أكبر سوق لربما خارج أسوار الصين العظيمة، سوق يتوافد إليه آلاف العملاء من المنطقة عبر طريق الإمارة ذات الأبراج الشاهقة. هنا في دبي التي غدت نقطة تجمع للتجار وشبكات رؤوس الأموال العالمية ومنها الصينية، سنشهد صفقة نفطية تاريخية في إطار ما يطلق عليه طريق الحرير الجديد. من البضائع إلى مجال الطاقة، تحول نوعي هذه المرة. عيون هذا الوفد الصيني على عقد تفوق قيمته 3 مليارات دولار أمريكي لإنتاج ما يصل 100,000 برميل يومياً عبر مصفات نفطية بباكستان في جانب مستحدث من الممر الجديد. نعم، سنكون حاضرين بقوة، إنها المنطقة الواعدة بالنسبة لنا والإمارات، هدفنا القادم. الاتفاقية حول المصفات النفطية مع باكستان وتوقيعها هنا في دبي هو من أضخم مشاريع مبادرة حزام واحد وطريق واحد. لدينا استثمارات في الإمارات كما في الخليج، ويتزايد انخراط الحكومات في مشروعنا حزام واحد طريق واحد. الصين ثاني أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة للإمارات، وجهتنا الشارقة، فماذا في جعبة غرفتها التجارية والصناعية؟ فوق 1,000 شركة صينية موجودة في إمارة الشارقة. نتكلم عن وجود أيضاً شركات متميزة في المناطق الحرة في إمارة الشارقة. أيضاً هناك عدة اتفاقيات اقتصادية نتكلم، لأن احنا لدينا مثلاً اتفاقية متميزة مع مركز التحكيم الدولي في الشارقة، مع مركز التحكيم في شنغهاي في الصين. احنا نتكلم أيضاً حتى موضوع الموانئ الموجودة في إمارة في دولة الإمارات، أن هناك في استثمارات وفي تشغيل من خلال الشركات الصينية لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، عدة موانئ في دولة الإمارات. نتابع رحلتنا إلى أكثر المواقع حساسية، خزانات النفط، حاويات البضائع، وناقلات نفط عملاقة. الفجيرة البوابة للإمداد بنفط الخليج إلى الأسواق العالمية، ومن هذا المصب إلى الصين شحنت ناقلة نفط لصالح الشركة الصينية الوطنية للبترول، أكبر منتج ومزود للنفط في الصين. دولة الإمارات بشكل عام لو تكلمنا وإمارة الفجيرة، كل الدولة جهزت البنية التحتية لاستقبال أي متغيرات أو متقلبات تخص في اقتصاديات العالم. فبالتالي لو نظرنا في مثلا الفجيرة، احنا عندنا ميناء مؤهل من أفضل الموانئ على مستوى العالم، سواء في مناولة البتروكيماويات البترول والوقود أو الحاويات أو البضاعة العامة أو السائبة. فبالتالي هذا جزء من منظومة، لو افترضنا نتكلم طريق السلك الجاف أو البري أو البحري. وغير بعيد عن المرافق، حلم باو من بائع الهدايا والحلوى في طفولته إلى مستثمر وصاحب مجموعة شركات، وملامح قصته تجسد له حلم الأمس وهو يمضي على طريق الحرير. منذ 18 عاماً أقيم في الإمارات، كنت أبيع في طفولتي الهدايا، وحالياً استطعت قطع الشوط في تأسيس مشاريع مثل هذا المستودع الذي ترون، ومشروع مركز تجاري وصناعات أيضاً الخفيفة. سياقات الجغرافيا والسياسة حاضرة ولها بصمتها على طريق الحرير البحري بين الصين والإمارات. مليارات الدولارات من الاستثمارات هي قيد الدراسة أو التنفيذ، ونشاط تجاري آخذ في التوسع، وكلها مؤشرات على بحث كل طرف عن أوراق قوة في مواجهة مستقبل تحكمه المصالح. من الفجيرة لليوم على الحرة، مصطفى سكحال. في رياضة اليوم، السباح الإماراتي أحمد الهاشمي قصة حلم أولمبي، نتعرف عليه بعد الفاصل.